المرة اللي فاتت احنا وقفنا مع بعض عند رسالة كانت ايه؟ تسميك التانية، وخدنا وقت شوية نتكلم في موضوع نهاية الأيام. عندنا النهاردة شوية ده ونحاول نجري حبة علشان نلحق نخلص بقية الحاجات اللي عندنا، هنتكلم عن الرسائل الرعوية. ايه الرسائل الرعوية دي وليه اتسمت الاسم ده؟ طبعا ده مش اسم الأصلي بتاع الرسائل، لكن اسم أطلق عليها في القرن الـ18، وهي بتسمى الرسائل الرعوية لأنها كتبت من بولس إلى الرعاة الجدد تيموساوس وتيتوس. دول كانوا تلاميذ بتوع بولس، واللي دربهم واللي شجعهم وحطهم في الخدمة. حقيقة لو أنت عايز تشوف أو أنت عايز تشوفي نموذج للقائد الناجح، بشوف هنا إزاي بولس جاب الشاب الصغير تيموساوس اللي كان عمره حوالي 16 17 سنه لما بدا يخدم معاه، ويكتب الرسائل يقول ايه بولس وتيموساوس، يقول عنه تيموساوس ابني الصريح في الايمان، يقول لهم مش لاقي حد نظير نفسي ابعته عشان يطمن عليكم غير تيموساوس، فجابه. وده اللي بيسموه حتى النهارده في علم القياده بيسموه صناعه الابطال، making heroes. عمل من تيموساوس بطل. اللي عايز اقوله ايه؟ انه في ناس النهارده في الخدمه بيحوط على مكانه على الكرسي علشان محدش يجي جنبي. ليه؟ لانه خايف على 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 بستي على نفسه، وخايف على الكرسي، وخايف على مكانه. بولس مش كده، والكنيسه مش كده. بولس بيطلع جيل تاني وتالت وراه. عايز يطلع رجاله كبار قدام عشان يشتغلوا ويستخدموا الرب ويتحركوا. وده القائد الناجح اللي بيعد جيل تاني وتالت من وراه، لانه عارف ان هو وقت من الاوقات هيمشي وفي واحد تاني يستلم. طب لو انا مش مجهز ناس يبقى مفيش حد يستلم وراه. فالراعي الكبير بولس بينصح ابناء الرعاه الجدد تيموساوس وتيتوس ازاي هيتصرفوا بقى لوحدهم، هم بعتهم يكونوا المشرفين على كنائس في يعني تيموساوس كان مشرف على كنائس في افسس، تيتوس كان مشرف على الكنائس في جزيرة كريت. نقدر نسميها الابيسكوبوس او الاسقف. كلمة ابيسكوبوس او اسقف اسمها اوفرسير، يعني شخص مشرف او يعني يدير عدة كنائس او يدير العمل في منظومة الكنائس دي. الرسائل دي تعتبر مصدر تشجيع كبير قوي لكل واحد عايز يخدم، كل واحد عايز يخدم. الجايد لاين بتاعنا ككنيسه ازاي نتحرك وازاي نخدم وازاي عندنا استراتيجيك ثينكينج، ازاي نفكر بشكل استراتيجي. الكلام ده مش حديث، الكلام ده موجود من زمان. المسيح كان كده، الرسل كانوا كده. فمثلا بنشوف كده في الرساله الاولى اللي بولس كتبها بعد ما اطلق من سجنه في روما. احنا قلنا في اربع رسائل السجن: افسس وكولوسي فيليبي فيليمون اللي شفناه المره اللي فاتت، فاضل فيليمون هنشوفها المره دي كمان. دول اتكتبوا في السجن تقريبا ما بين 62 ما بين سنه 60 62. في سنه 64 تقريبا او 66 في الحدود دي، بعد ما خرج من روما من السجن وكان غالبا في منطقه مكدونيا في اليونان، بعت الرساله دي الى تلميذه تيموساوس بيوصيه يعمل ايه في الكنيسه. لو حبيت اعرف مين هو تيموساوس ابص الاقي مكتوب عنه في سفر الأعمال ومكتوب عنه في الرسالة دي والرسالة التانية. فبيقول عنه أنه أولاً هو من أب يوناني وأمه يهودية اسمها أفينيكي. الشخص ده آمن بالمسيح أثناء كرازة بولس في مدينة اسمها لاسترا، ولاسترا موجودة برضو في آسيا الصغرى في منطقة تركيا. دي المنطقة اللي كانت فيها الحركة الكبيرة بتاعة الأنشطة بتاعت الإرساليات اللي كانت أنطاكيا بترسلها. كان في واضح انه كان في خدمه كبيره جدا في المنطقه دي اللي للاسف دلوقتي اصبحت كلها او معظمها اطلال. راح وهو عمره حوالي 15 سنه، خرج مع بولس في الخدمه. فتخيلوا كده بقى واحد شاب صغير مع الراعي الكبير ده، وتحرك معاه وشاف معاه كل المآسي اللي شافها، وخدم مع يعني اتدرب على ايدين المعلم الكبير. بنشوف من خلال كتابات بولس انه كان في تاثير لجدته والام عليه من هو طفل صغير.
جدته لوئيس وأمه أفنيكي هم اللي علموه الكتب المقدسة. ولما بيقصد بالكتب المقدسة بيقصد مجموعة أسفار العهد القديم، لأنه بالطبع ما كانش العهد الجديد لسه كده. وهنا بيبان حاجة جميلة، يمكن أشجع كل أم وكل أم وكل أب أو إن كان في من حضراتكم جدات، مدى تأثير الأم على الأبناء وطبعا الأب. هو إزاي أنت بتشرب ابنك من هو صغير الكتاب المقدس وتحكي له الكتاب المقدس وتعلمه الكتاب المقدس وتغني له الكتاب المقدس؟ كل ما ربطت الطفل بالكتاب تتأكد تماما أنك زرعت نبتة صحيحة، وأن النبتة دي الزرعة دي عمرها ما تبوظ. ليه؟ لأنه الطفل ده طفل عجينة نظيفة نقية سهل تحط بتزرع فيها، بدل ما يتزرع فيه من التلفزيون ومن أفكار العالم، أنت بتزرع فيه من هو بيبي حدودة قبل النوم اللي الأطفال بيحبوها دي. لو إحنا استغلناها وقدمنا لأولادنا حدودة من حوالية الكتاب المقدس، بكل بساطة هيعيش في العالم ده ويبقى كل فكره في العالم ده. إحصائيا بيقولوا أنه 85% من المؤمنين اللي النهاردة جم للمسيح ومؤمنين حقيقيين جوه الكنائس جم في عمر من 5 إلى 14 سنة، 85%. إحنا بنشتغل على ال 15% اللي ضاعت واللي سنها كبر، واللي كتير منهم بيكون اوريدي تسلط في الفكر وفي القلب وفي الرأي ومش عايز يسمع كلام، في حين أنه 85% بنهملها. ويبقى مدارس الأحد عبارة عن بالونة وملبسة ولعبة وتهريج، نحط له فيلم كرتون منتهى الخطورة. ليه؟ لأن الطفل ده بيفهم كويس قوي قوي قوي، ولو عايز يفهمه اللاهوت هيفهمه أحسن مني ومنك. لكن إحنا بن عارفين اللي بيعوق نمو الحاجة، إحنا بنعمل كده في الأطفال. الطفل ده من هو صغير سهل جدا يتعلم كل حاجة عن الكتاب المقدس، سهل جدا يعرف كل الحقائق الكتابية، مش صعبة عليه، يفهم كويس قوي قوي قوي. وسهل جدا من هو صغير انه يقبل المسيح ويقبل الخلاص ويعيش حياة مكرسة للرب. ليه؟ لو في قدوة وفي حد بيكبر. فاحنا طبعا في طيارات شديدة الانحراف، لكن دورنا ان نكون بنعمل كده. بعد 7 سنين بيصبح تيموساوس رفيق اساسي في رحلات بولس التبشيريه، يعني تقريبا كان عمره حوالي 22 سنه والعنصر الاساسي في الفريق بتاع خدمه بولس. بيرسله بولس نيابه عنه بيحل ازمات في كنائس، بعته في كرونسوس الكنيسه اللي كانت كلها مشاكل، بعته في افسس عشان يرعى الكنائس هناك، يبقى الاسقف هناك. واللي كان دايما بيقابل الرسل عامه هو خطوره التعليم الخاطئه وخطورة المعلمين الكذب، عشان كده في كل رسائلهم كتبوا وحذروا من المعلمين الكذب. لو حبينا نشوف الرسالة كده سريعا، هنبص نلاقي في الصحاح الأول بيوصيه إنه يحارب التعليم الكاذب. اتنين، في نفس الصحاح ده بيقارن بين الناموس وبين النعمة، لأنه أحد أشكال التعليم الكاذب كان محاولة جذب المسيحيين الأوائل إلى أركان اليهودية. فبولس كان دايما بيتصدر الفكرة دي زي ما شفناها مع بعض في سفر الأعمال وفي غلاطية، فدايما بيفهمه ويشرح له إيه الفرق بين الناموس وبين النعمة. في صحيح 2 و3 بيقدم له نصائح عملية، إزاي هتخلي بالك من الكنيسة وإيه الخطوات اللي لازم تتبع، إزاي الصلاة، الرجال والنساء، معايير اختيار الأسقف واختيار الشماس. والأسقف هنا في الأجزاء دي في العهد الجديد كلمة أسقف وكلمة راعي وكلمة ألدر شيخ، التلاتة بالنسبة لكاتب العهد الجديد بيعنوا عملية واحدة وهي رعاية الشعب، ارعوا رعاية الرب. يمكن طبعا مؤخرا بعد كده تم إطلاق الأسماء دي كوظائف وألقاب في الكنائس، إنما فعلياً كلمة أسقف وراعي وألدر أو شيخ الثلاثة بيعنوا شخص واحد هو
الراعي الذي يرعى مجموعة شعبه أو الكنيسة بتاعته. فكان بيوصيه إزاي لما تحب تختار أو تحب تعين راعي أو أسقف بتختاره على أي أساس، فحطت له معايير. لما تحب تختار شماس، وشماس برضو مش الشخص اللي بيرنم جوه الكنيسة، شماس ده شخص بيساعد الراعي وشخص مسؤول عن خدمات جوه الكنيسة، سواء خدمات اجتماعية أو خدمات روحية. فواحد له دور فعال جوه الكنيسة، مش مجرد أنه التسمية اللي تسمت وبقت هو ده القالب بتاع الشماس اللي هو فقط بيخدم القداس. لكن كلمة شماس ديكن جاية من كلمة يخدم أو من فعل يخدم، أنه واحد يقوم بخدمة. فلو شفت المعايير هتلاقي المعايير لا، في حاجة بقى احنا فاهمينها غلط. معايير عادية جدا، المعايير بتتطلب ان يكون في سمعة حسنة للشخص، مش بس جوه الكنيسة لكن بره الكنيسة. لو رحت شفته في صحة 2 وصحة 3 تشوفوا ايه الدقة وايه الاهمية بتاعت الشخص ده. لو حابين نبص عليها تعالوا نشوف مع بعض، لأنه فعلاً حاجة مهمة قوي نعرف مين هو الخادم ده اللي المفروض نختاره. فبيقول له كده، شايفين معايا الكتاب المقدس هنا؟ شايفين معايا الكتاب؟ طب أوكي. بيقول له صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. يعني اللي عايز يكون في خدمة الأسقف أو خدمة الرعاية ده شخص بيطلب عمل صالح. فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، يعني ما فيش عليه شكاية، حد يقول لا فلان ده مش كويس، يعني لا مش عايز يكون عليه ولا لوم. بعل امرأة واحدة، يعني متجوز واحدة بس، مش مزواج. صاحيا، كلمة صاحيا دي تتكرر كتير قوي في الرسائل. يعني ايه صاحيا؟ الكلمة بالانجليزي بتعني انها غير واقع تحت تأثير الخمر، يعني واحد مش مغيب، واحد واعي قوي، صاحي في تصرفاته في سلوكه في كلامه، عاقلا، محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم. طبعا دي حتة النهاردة مش موجودة. احنا بنختار ايه؟ مين يعرف يجيب فلوس اكتر؟ مين يعرف يزبط الدنيا اكتر؟ مين يعرف يبقى ليه مظهر؟ لا، هو بيتكلم على واحد نقي من جوه ومن بره، واحد محتشم، ورع، تقي، سلوكه صح، صالح للتعليم. يعني يقدر يقف ويعلم، يقدر يكلم الناس بكلمة الله. ليه؟ لانه الناس محتاجة تاكل، والحاجة التانية الناس محتاجة حد يعلم ضد تعليم الخاطئ اللي موجود بره. فعشان كده مهمة الراعي أو الأسقف إن يكون بيعمل كده. غير مدمن الخمر ولا ضراب، يعني ما جيش في الكنيسة تنرفز وراح مسك حد لطشه بالقلم، أو أجي في الكنيسة مش عاجبني حد راح ضربه. بتحصل أوكي؟ للأسف أوكي؟ ده معيار اختيار هذا الشخص. واحد طامع بالربح القبيح، انا واخد الموضوع على اني استرزق. لا ما ينفعش. او اني اعمل بيزنس من وراء الرعايه دي، لا ما ينفعش. حليما، هادي، استحمل، غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا. هو عارف في الدائرة بتاعته الصغيرة يكون راعي مظبوط، فبيدبر بيته بشكل كويس على كل المستويات، مش بس يدبر بيته ماديا. ليه؟ لأنه بعد كده بيقولوا له أولاد في الخضوع بكل وقار. عايز توريني الراعي، وريني أولاده، يا ترى أولادي بيعكسوا الصورة اللي أنا عايز أظهر بيها قدامك في الكنيسة ولا لا؟ عايز أبقى أنا الراعي. طب أشوف، عرفت ترعى أولادك؟ لو عرفت ساعتها أقول في حاجة كويسة، نقطة كويسة. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ شيء منطقي.
لو ما عرفتش ترعى اتنين تلاتة ازاي ترعى شعب؟ غير حديث الايمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة ابليس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما اخدش واحد لسه جاي جديد للمسيح ما يعرفش حاجة وحطه يبقى راعي، ايه اللي هيحصل؟ كلمة يتصلف طبعا الكلمة اللي بتخد دي يعني يصاب بالغرور بديهي. لو جبت واحد على طول مسكته خدمة ما هو ما يعرفش حاجة لكن فرحان بالمنصب فيبتدي ينفخ نفسه على الناس اللي حواليه لأنه ما خدش تدريب الروحي إلا الله يمشي فيه. يعني ما دخلش بقى في المعصرة، ما دخلش في الحتة اللي الله بيشكل فيها الإناء عشان يستخدمه، لكن طري عارف شيلت حاجة تقيلة الواحد لسه عظمه طري. فيسقط في دينونة إبليس. في الحالة دي بيرتكب حماقات كتيرة قوي بيسميها الرسول بولس إنه كأنه يسقط في إدانة إبليس. بص شوف عمري، بص شوف الأخطاء، بص 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 تشوف العجب. يجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من الخارج. يعني اسأل عليه في شغله، اسأل عليه في تعاملاته مع الناس الغير مسيحيين، تعاملاته بره دائرة الكنيسة. لأن أنا ممكن أكون موجود في الكنيسة معاك وحط الفيس المسيحي لكن بعد كده بقلعه بيطلع الوش التاني، فخليني أشوف الراجل ده شكله إيه بره، هل فعلا الناس بره ترى أن هذا شخص مختلف ولا لألا يسقط في تعيير وفخ إبليس. تاني بيكرر دي معايير اختيار الأسقف. طب بالنسبة للشماس، يكون الشماميسة ذوي وقار لا ذوي لسانين، عادش يتكلم بقى من الوش هنا وفي الظهر حاجة تانية، غير مولعين بالخمر الكثير ولا طامعين بالربح القبيح، لهم سر الإيمان بضمير طاهر، وإنما هؤلاء أيضا يختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم. هنحطهم تحت الاختبار لأنه في راعي واخد باله كويس قوي، فهيجرب الناس دي في مهام معينة ويشوفها عشان يتأكد أن الناس دي فعلا تصلح لهذا المكان. فالموضوع بتاع الاختيار، معايير اختيار الأسقف أو الراعي أو الشماس، حاجة مهمة جدا واضح لأنه كررها بولس تاني في رسالته لتيتوس. إصحاح 4 بيتكلموا عن الأزمنة الأخيرة وحالة الارتداد اللي هتبقى موجودة بشكل كبير. بيقول إنه الناس في نهاية الأيام هتدور على معلمين مستحق أذانهم. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني بدور على واحد يكلمه بالكلام اللي هو عايزه. كلمة مستحق أذانهم كأنك يعني بتداعب ودنه، تهرش له في ودنه كده يعني. فبتدور على الشخص اللي يتكلم بالكلام اللي أنت حابب تسمعه. بيقولوا ده شكل الأزمنة الأخيرة، والمعلمين الكذبة هيكتروا، والناس دي بتهدف إلى الربح القبيح. صح. 5 و6 بيقولوا إزاي الفئات الموجودة جوه الكنيسة تتعامل معاها وإزاي هم يسلكوا. فيتكلموا على الشيوخ، يتكلموا على الأرامل، على العبيد، على السادة. المعلمين الكذبة إزاي تتعامل معاهم، خطورتهم، اوعى تقرب منهم دول، اوعى تدخلهم جوه الكنيسة. يكلموا عن محبة المال ان هي اصل كل الشرور، وبعدين يوصي توصيات ختامية عشان ازاي يكمل تيموثاوس مشواره جوه الكنيسة. بعدها بتكتب رسالة تيتوس، واخر حاجة بيكتبها بولس تقريبا قبل استشهاده بفترة قليلة جدا، يمكن سنة او اقل من سنة، لما اتقبض عليه مرة تانية اتحط في روما في السجن وكان منتظر الإعدام، الإعدام بقطع الرأس. بيكتب آخر كلماته لتيموثاوس، آخر حاجة كتبها بولس هي الرسالة دي. عشان كده هتحس فيها النغمة بتاعت الوصية الأخيرة، واحد بيقول كل اللي عنده بأعلى صوته، بيحاول يدي كل اللي في قلبه لتيموثاوس، بيشجعه قوي، و كل النصائح بتاعته بيقدمها له عشان عارف انه خلاص، بيقول انا خلاص عارف ان وقتي قرب. لكن في النص هتشوف مدى حب بولس لهذا الشخص، مدى قلبه كأب وراعي لابنه تيموثاوس، حب غير عادي. وتشوف بولس في اخر ايامه الشيخ الناضج اللي بيسلم الشعلة لابنه
وهو بيقول له انا خلصت دوري، خلصت السبق بتاعي، وعارف ان في جايزه مستنياني، عايزك انت كمان تعمل كده. تعالوا نشوف مع بعض الرساله الحلوه دي. قسمين بتتقسموا من الرساله. القسم الاول بيتكلموا على اسس الخدمه والحياه المسيحيه، الجزء الثاني بيتكلموا على نهايه الايام والازمنه الصعبه اللي جايه، وازاي تقف انت جندي صالح ليسوع المسيح. حقيقه ايات كثيره في الرساله دي يمكن حاجه تتحفظ غيبا، هنقف عندها النهارده. بيقول له كده: اجتهد ان تقيم نفسك لله مزكى، عاملا لا يخزى، مفسرا كلمه الحق باستقامه. اجتهد بتيجي في بعض الترجمات الانجليزي بمعنى study hard، ابذل جهد في الدراسه، ابذل جهد في انك تعمل كده. ويقول له انك تقيم نفسك لله مزكى. الحته دي بتاعتك انت بقى، الله عمل حاجات كتيره بالنعمه وبيديك نعمه عشان توقف نفسك قدامه كده في اجتهاد مزكى. ازاي بقى اعمل ايه؟ بيقوله كده: مفصلا كلمه الحق بالاستقامه. اهم حاجه دي مساوس عايزك تعملها انك تقف قدام الله موقف صح وتجتهد في ذلك بانك تفصل كلمه الحق بالاستقامه، تفسرها صح، لان المعلمين الكذبه فسروها غلط، المعلمين الكذبه بيعلموا غلط. انا عايزك تبقى واقف موقف صحيح قدام الله انك تفسر كلمات الكتاب صح، وده بيتطلب منك يا تيموساوس جهد، مذاكره، عمل شديد، لانه تفسير الكتاب الحقيقه عمل شاق. عشان كده كتير من الناس بتهرب منه، كتير من الناس بتقول يعني خلينا ناخد حاجات خفيفه. تفسير الكتاب شيء مش بخوفك منه، لكن شيء رائع جدا لأنه عمل إلهي الله بيطلبه منك. الحاجة التانية، في نعمة كبيرة رب يديها لك، لكن كمان في جهد بيتبذل إنك تدور على الكلمة وتدور على المعنى وتشوف وتفحص وتقارن الكتب ببعضها وتقارن النبوات ببعضها وتقارن فين كلام الرسول مثلا بولس قال إيه هنا وقال إيه هنا، عشان تطلع بتعليم نقي تقدمه أو تفهمه أولا وتقدمه للآخرين بشكل ده. في الإصحاح الأول لو حبينا نشوف الرسالة كده مع بعض سريعا، الإصحاح الأول الجزء الأول دايما بولس عنده افتتاحية وتحية جميلة لابنه، يفكروا بإيمانه من هو طفل صغير أو شاب صغير، من 6 ل 18 نصائح وتشجيع علشان إزاي يعيش ومتمسك بالتعليم الصحيح عكس المعلمين الكذب. الإصحاح الثاني الآية 1 ل 13 بولس هيحط ثلاث نماذج او ثلاث صور علشان يشرح لتيموساوس يعني ايه تحتمل المشقات لاجل المسيح وازاي، هنقف عندها بعد دقيقه. بقيه الاصحاح بيقول له ازاي تقاوم التعليم الفاسد وازاي تسلك انت بشكل صحيح. اصحاح ثلاثه يتكلموا عن ازمنه الارتداد. خلي بالكم من الـ من الـ من الرسالتين هنا، الرسل شايفين انه نهايه الزمان تتميز بحاله من الارتداد الكبير، ناس كتير بترتد عن الحق. ده عكس الفكره اللي بتقول انه نهايه الزمان تتميز بانه الكنيسه تنشر الانجيل في كل الارض وتبقى كل الارض تيجي للمسيح. خدوا بالكم من الحته دي، بالعكس الرسل قالوا انه في حاله ارتداد كبيره هتيجي، عشان كده يقف صح وتمسك بالتعليم الصحيح. في صح ثلاثه هيقول جزء مهم جدا وهو وحي الكتاب المقدس. يقول له كل الكتاب اللي انت متمسك بيه ده، كل الكتاب موحى به من الله، عشان كده سلطانه علينا جاي مش انه الرسل اللي كتبوه، لكن جاي لانه ده كلمات الله انفاس الله. إصحاح 4 بيشجعوا إنه يقوم بدوره للكرازة وهيديله بعض الملاحظات الشخصية، لكن هيذكر في إصحاح 4 كمان جزء غاية في الروعة
ازاي البطل ده بينهي السبق بتاعه وشايف ايه اللي جاي وبيشجع الكنيسه ازاي. خلونا ناخد بعض الوقفات الحلوه في الرساله الجميله دي ونشوف مع بعض ماذا يقول الرسول بولس الحبيب. بيقول له في اصحاح الثاني في الرساله الثانيه: فتقوى انت يا ابني بالنعمه التي في المسيح يسوع. اول حاجه بيقدمها لي يقدم له النعمه، اتقوى بنعمه ربنا. وما سمعت مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء. اللي سمعته مني انت تيموساوس الجيل الثاني اودعه اناس امناء، دول الجيل الثالث، يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين الجيل الرابع. شايفين بولس بيفكر ازاي؟ النهارده في علم القياده بيقول لك في تفكير استراتيجي، انك ازاي تفكر لقدام. الراجل ده بيفكر لقدام اربع اجيال. هو درب تيموساوس، بشجع تيموساوس ان يدرب ناس تانيين، والناس التانيين يدربوا ناس اخرين. يبقى عندي اربع اجيال شغالين. بس تعد قاده اودعوا ناس امناء يكون اكفاء ان يعلموا اخرين. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. بياخد صورة الجندي. وبعدين يقول له آية 5: وأيضا إن كان أحد يجاهد ده يكلل إن لم يجاهد قانونيا. إيه اللي بيقصده هنا؟ كلمة الجهاد والجهاد القانوني هنا بيقصد بيها الأثليت اللي هو اللاعب اللي كان بيخش الأولمبيات في الزمن ده، كان يدخل الجهاد، يدخل المصارعة أو يدخل السبق، لكن لازم عشان يكلل في النهاية لازم يتبع قوانين اللعبة، سواء في تدريباته أو في فترة الإعداد قبل الأولمبياد أو أثناء الأولمبياد، أثناء المسابقة نفسها. والأولمبياد كانت حدث كبير جدا في الزمن ده، له أثر أخلاقي كبير، له أثر ديني حسب فكرهم، وله أثر معنوي جدا. انه مثلا اللي كان يدخل الاولمبياد ما ينفعش يدخله العبيد، لازم يكون من اصل حر. لازم يتدرب بشكل قانوني، وكان يجي بعد كده قبل تنفيذ المسابقات كان في فتره من التدريبات بيدرب تحت اشراف هيئه من التحكيم، بيقوم بيها ناس من عليه القوم من اشراف المجتمع، بيراقبوا بكل امانه وكل نزاهه، يقولوا ده شخص ماشي قانونيا ولا لا حسب قوانين اللعبه. في المسابقه نفسها في اشراف كبير من الحكام علشان الشخص ده يكون فعلا عمل المسابقه بتاعته بشكل قانوني، عشان كده يستحق التتويج، لانه كانت المكافاه بتاعته اللي بيتوج باكليل معمول من اوراق الشجر، كل مقاطعه كان ليها نوع من الاوراق، في اكليل الغار، في اكليل من اوراق تانية. الصوره الثالثه اللي بديها له هي الحراث او الفلاح اللي بيشقى وبيتعب. معلش سوري بس اتفضل يعني. ممكن تقول لنا يعني ايه الجهاد قانونيا من الناحيه الروحيه؟ حاضر. يعني بالنسبه لك يعني ايه الجهاد قانوني؟ حاضر. هتوضح اكتر ايهاب بعد شويه لما نتكلم على حياه بولس، هيقول له ازاي هو كمل المشوار بتاعه، كمل السبق بتاعه، ما كسرش قوانين اللعبه، ما كسرتش القوانين الروحية أو قوانين الكتاب المقدس، ما رحتش للربح القبيح، ما رحتش كنت محب للمال، ما كنتش بسعى علشان أظهر، أنا كنت بخدم سيدي، ما كنتش بمشي على هوى الناس، لكن بمشي زي ما الرب عايز، زي ما الكتاب عايز. اسمها النواحي أو الجهاد القانوني. إزاي أنت كملت مشوارك وكملت خدمتك اللي هتكافئ عليها كما قال الكتاب؟ لو حبيت أقولها كده يجاهد قانونيا، هشرحها أكتر في الإصحاح الرابع لما نيجي عند الكلام الأخير لبولس. الحراث اللي بيتعب أو الفلاح اللي بيتعب ويشقى طول السنة وهو منتظر لحظة تتويج تعبه بأنه يحصد المحصول بتاعه. فبيقول له الثلاث تشبيهات دول: الجندي الرياضي اللي داخل المسابقة، والحراث أو الفلاح اللي بيتعب عشان يشترك ويفرح بالثمر بتاعه. في الإصحاح الثالث
بيوصف له حالة الناس في نهاية الأزمنة، يقول عنهم الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين. الكلام ده له صدى في دماغنا؟ ممكن أكون كده، ممكن أكون شفت ناس كده، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، ثليبين يعني نمامين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين يعني مغرورين، محبين للذات دون محبة الله. لهم لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فأعرض عن هؤلاء، ابعد عن الناس دي. للأسف للأسف الكلام ده بنشوفه، عشان كده بيقول له ابعد عن الناس دي. فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات، يضحكوا على عقول الشابات الصغار. النسيات اللي هي تصغير نساء. أما أنت، هيتكلم عن الحاجة دي، لكن خلينا نتحرك بسرعة في حاجة أحسن. أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وألامي. واضح حياة بولس اللي كان يقدر يقول لتلميذه كده، انت شفت فيا كل شيء صح. ده مش تكبر من بولس، بس بيقول له انا عشت قدوة، عشان كده اللي شفته فيا اعمله. وده التحدي ليا وليك وليكي. يا ترى ينفع اقول لاولادي، سواء اولادي الجسدين او اولادي الروحيين، اللي شفتني عملته اعمله؟ ده تحدي لحياتنا كمسيحيين. كيف عاش هذا الشخص وعنده في نهاية أيامه، في نهاية آخر كم شهر في حياته، يقدر يقول لتلميذه كده أنت عندك نموذج كامل شفتني أنا، تعليمي، سيرتي، صبري، اضطهادي، ألامي، إيماني، أناتي، محبتي، كل ده شفته فيه. ويشجعه، أنا جات لي مصايب كتيرة قوي واضطهادات، لكن من الجميع أنقذني الرب. ويطمنه ويقول له جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى يضطهدون. ده دليل على أنك ماشي صح، أنك بتعوم ضد التيار. أما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. يبقى الكتب المقدسة هي العهد القديم تستطيع أن تقودك إلى الخلاص الذي بالإيمان بيسوع المسيح. إذن الخلاص بحسب الكتب اللي كان الرسل بيستخدموها في الوقت ده، ما كانش فيه العهد الجديد، كان بيستخدموا كتابات العهد القديم عشان يكرزوا بالمسيح المخلص. فبالإيمان بالمسيح بتنال الخلاص. يقول بقى الآية الشهيرة بتاعته، كل الكتاب موحى، هو موحى به من الله. كل الكتاب الصغيرة والكبيرة، الصحات الطويلة، الأسفار الطويلة، الأسفار الصغيرة، كل الكتاب هو موحى به من الله. وكلمة الوحي هنا لما ترجع للأصل اليوناني، احنا هندرس الكلمة دي بالتفصيل بعد كورسين، بتعني أنفاس الله، اسمها ثيو بنوستوس. ثيو جاي من سيوس، بنوستوس هي نفخة أو زفرة. فالكتاب هو أنفاس الله التي تنفس بها في كتاب الوحي فكتبونا الكلام ده. لكن هم نفسهم مش أصحاب الوحي، يعني مش هو شخص صاحب وحي، لكن الكلام اللي كتبه هو كلام الوحي. فالوحي يخص الكتابة، يخص الشخص. فمثلا بولس مش كل كلمة قالها كانت وحي، إنما كل كلمة روح القدس قاده إنه يكتبها هو ده الوحي. ودي الحتة اللي محتاجين نبقى نركز فيها، دي ندرسها بالتفصيل قوي مع بعض في مرتين في كورسين جايين.
كل الكتاب الذي هو أنفاس الله نافع. نافع لإيه بقى؟ للتعليم، للتوبيخ، الكتاب يحكم عليا يقول لي ده غلط، للتقويم يصلح مصاري، طب غلطك إيه الصح اعمل كذا، يبقى بالتقويم. للتأديب، يعني إيه التأديب؟ مش معناه أنه يضربني، التأديب معناه أنه يكبرني، يربيني، يرتقي بي. هذا التأديب الذي في البر. طب إيه الهدف من كده؟ لكي يكون إنسان الله كاملا مستعدا أو متأهبا لكل عمل صالح. ده الكتاب المقدس اللي احنا بنؤمن به. ساعة أربعة بقى، وعايزك تشوف الحتة الجميلة دي اللي بولس هيتكلم عنها. في آية 6 لغاية 8، فإني الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. استخدم صورة بتاعت إنك بتسكب من إناء مية أو زيت وخلاص آخر حبة نازلين، دي حياتي انسكبت. طبعا الصورة دي متاخدة من ذبائح العهد القديم لما كانوا يسكبوا على الذبيحة خمر وزيت. فبيقول كده أنا خلاص حياتي انسكبت، آخر حبة باقية. وقت انحلالي قد حضر. وقت انحلالي السفينة بتحل الحبل اللي رابطها بالمينا عشان بتحله عشان تبتدي تبحر وتروح مشوارها الأخير. وقت انحلالي قد حضر، أنا خلاص مسافر. بس بص الكلمات الحلوة، قد جهدت الجهاد الحسن. الجهاد هنا بمعنى أنا عملت المسابقة بتاعتي صح، أكملت السعي، جريت السبق بتاعي صح، كملته. طبعا دي صور. حفظت الإيمان، حفظت الإيمان. وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. بالضبط زي هو بيحط له الفكرة اللي كانت متشافة في اليوناني في الوقت ده، إنه العداء اللي بيجري ما بيبصش يمين وشمال، باصص على خط النهاية وفي عينيه صورة منصة التتويج، ولاحظت إنه يتوج بطل في السبق بتاعه. فبولس شايف بيقول أنا خلاص قربت أوصل على خط النهاية، كملت السعي بتاعي، كملت السبق بتاعي، حفظت الإيمان. عشان كده بيقول جهدت وتجاهد قانونيا، تمشي بحسب الكتاب صح. وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. لغاية هنا حقك يا بولس تقول الكلام ده، ما حدش هيقولك لأ، من حقك تاخد إكليل البر، انت أكتر واحد تعبت فيه. بس بولس يقول ليه اتحط لي إكليل البر؟ عشان أنا أحسن منكم؟ لا، تعال بص بيقول إيه. الذي هبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. عشان الرب عادل وحكم صحيح هيديني هذا الإكليل لأني فعلا أستحق. وليس لي فقط. هنا بقى الغريب بتاع الوحي، الجملة دي في منتهى يعني تصيبك بالدهشة. طب لغاية لما أقول هنا كتر خيرك يا بولس أنت تعبت وتستحق، يقول له لا، وليس لي فقط، يعني الإكليل ده مش معد لي فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. لا، فهمنا يا بولس الحكاية دي. قال لي بسيطة، أصلا أنت عارف يعني إيه تحب ظهوره؟ قلت له لا، يعني إيه، ما أنا أصلا خايف من ظهوره ده، بخاف من اليوم ده. يقول لا، ما أنت متخافش، اللي حب المسيح، اللي استمتع بخلاص المسيح، ما بيخافش من يوم ظهوره. ليه؟ لأنه مكتوب لا شيء آمن الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع. مفيش دينونة، من آمن به لا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فاليوم ده بالنسبة لك أنت كمؤمن، كابن لله، هو يوم فرح لأنك ستلتقي بمن تحب. واليوم ده بالنسبة لك كمان مفرح. ليه؟ لأنه في اليوم ده حبك اللي أنت منتظر تشوف حبيبك ده، خلاك تكمل حياتك في مخافة، في أمانة، في تقوى، في رغبة شديدة أنك تبذل كل شيء عشانه. فالحب بتاعك واشتياقك أنك تقابل المسيح ده له ثمن، له مكافأة عنده. ليه؟ لأنه الإكليل ده معد لكل شخص كان بيحب وينتظر ظهور المسيح.
زي بولس كده، حب وانتظر ظهوره، عشان كده عاش حياته كلها في هدف في ذهنه، في هدف في حياته، هو انه ازاي احقق اللي الله عايزه مني، وازاي ابقى من جوه قلبي كده رغبتي ان اشوف ابتسامة الرضا ونظرة الرضا في عينين سيدي. فالحب هنا، حب ظهور المسيح، هو اللي دافع المؤمن انه يعيش حياة قيامة منتظر لحظة مجيء المسيح. فبيقول له لكل واحد حب وبيحب زور المسيح معدله إكليل البر، مش ليا أنا بس، لكل واحد من إخواتي وأولادي اللي حبوا وبيحبوا زهور المسيح. في آخر حاجة هعلق عليها هنا في الرسالة دي، في آية 13، بصوا الرجل الجميل يقول له الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس احضره متى جئت، والكتب ايضا ولا سيما الركوك. الرداء فين كانوا لبسوهم؟ بيلبسوا جلاليب، بيلبسوا زي رداء كده او عباية. الراجل ده كان في السجن، واللي فهمه من هنا انه الشخص ده ما كانش عنده رداءين، كان عنده رداء واحد، سابه في المنطقه هناك واتقبض عليه بسرعه ما جابوش. واضح انه السجن كان طبعا ثلج، فبيقول له هات لي معاك الرداء، بس هات لي معاك قبل اي حاجه هات لي الكتب والركوك، نسخ المكتوبة من العهد القديم أو الكتبات المقدسة عشان أقرأ كلمة الله. بس ما كانش عنده غير رداء واحد، عشان كده غير طامع في ربح قبيح، ولا غير طامع في مظهر أو برستيج وألوان وأشكال. ده شكل الرجل الحقيقي، رجل الله. أي أسئلة في النصين دول أو في مسألتين دول؟ بس في سؤال. اتفضل. آية 10. آية 10 يقول لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. ديماس ده كان من الناس الماشية مع بولس. نعم. يعني كان إنسان مسيحي مؤمن. كان خادم من ضمن الفريق الخدمة مع بولس كمان. تعليم ماشي دلوقتي بيقول بعدم هلاك المؤمن. يعني معنى كده الآية بتستخدم في اتجاه خاطئ. اللي حصل هنا مش انه ديماس ترك المسيح، ترك بولس. حصل هنا الضغط اللي حصل من الرومان والهجمة الأخيرة اللي حصلت، طبعا ده كان وقت نيرون على فكرة. نيرون كان بيولع، بينور شوارع روما بالمسيحيين، يعني بيعلق المسيحيين على العواميد ويولع فيهم عشان ينور بالليل الطريق. تخيلوا كم العنف. في ناس خافت تظهر قوي في الخدمه فتراجعت، خافت. اوكي، زي ما اي حد فينا في اي زمن اضطهاد ممكن يخاف. فترك بولس في الظروف ديت وسافر راح تسالونيكي. اوكي، بولس بيقول انه احب العالم الحاضر، يعني راجل شاف، يعني الى حد ما خاف من الخدمه وتكاليف الخدمه، فراح يعني فضل انه يبعد عن مشاكل الخدمه. اوكي، في واحد تاني لكن مثلا تيتوس لما بيقول الى دلماطيا، تيتوس ما تركش الايمان، لان هنفهم انه تيتوس راح خدمه، هو كان بعته راح في خدمه الى منطقه دلماطيا دي اللي هي يوغوسلافيا حاليا. فالنص هنا ما بيقولش انهم دول سابوا الايمان، لكن في ناس منهم راحت في خدمه، في ناس منهم خافت من الضغوط اللي كانت موجوده ساعتها من الاضطهادات ففضلت انها يعني تتجنب شويه. التعليم بتاع عدم هلاك المؤمن هناخده ونقرا عنه شويه ونفهمه، لانه هو بيتبص لها من وجهه نظر تخلي الموضوع منطقي، انه يعني ايه لا يهلك المؤمن؟ طب انا ممكن ابقى وحش وارتكب خطايا واسيب المسيح في ساعتها وانا حر. انت حر وتقدر تعمل كده، بس في عندي ايات كتيره بتتكلم عن المولود من الله لا يخطئ، المولود من الله محفوظ في ايد الله، محفوظ في ايد المسيح، ما يقدرش حد ياخده من هنا. فعدم هلاك المؤمن لا تعني اني انا كمؤمن حقيقي
اعيش بقى في الخطيه والاستباحه. طبعا ده عكس كلام الكتاب المقدس، لكن محتاج بس تتشاف الموضوع من زاويتين الرؤيه عشان نفهم الفكره بتاعت عدم هلاك المؤمن. وهنا طبعا اللي بيستخدم الايه بيستخدم الحته دي بس، الدماس قد تركني اذا حب العالم الحاضر، لكن مش واخد باله انه تيتوس راح لدلماطيا. تيتوس ده كان احد التلاميذ اللي كتب له رساله جايه، وهو كان هناك في خدمه. كريسكيس ده راح الى غلاطيا، ما قالش عنه انه ارتد عن الايمان، لكن بيقول تركني انا في ظروف الصعبه دي، اللي هي طبعا اتقبض عليه واتحط في السجن، وكان كل الناس خافت تقرب منه لانه لو قرب منه هيتقبض عليه هو. اوكي، شكرا ليك. الرساله الثالثه بعد كده بتاعتنا هي رساله تيتوس. تيتوس هو التلميذ اللي بيكتب له الرساله الثالثه في مجموعه الرسائل الرعويه، بيرجح طبعا كتابتها بعد الرساله الاولى لتيموساوس تقريبا برضو ما بين 64 66 لما خرج من السجن الاول لما كان محبوس في روما. ودي كان سجن تحت يعني الإقامة الجبرية زي ما بيقولوا، أو تحديد الإقامة. مين تيتوس؟ تيتوس بقى شخص أممي خالص، أبوه أمه من الأمم، مش يهودي. آمن خلال كرازة بولس وبدأ يخدم مع بولس، وبولس أخده معاه وكان بيدربه وكان بيعلمه إزاي يخدم. بعته مرة لكورنثوس، بعته إلى كريت عشان يرعى الكنيسة هناك، رغم أنه أهل كريت ناس صعبة، بيقول عنهم أنه الكريتيون كذبون وطون بطال. فبعته في الحتة دي وكان بيوصيه خلي بالك تعمل إيه في الكنيسة هناك. الكنيسة الرسالة دي بتتقسم لثلاث أقسام في ثلاث صحاحات. الأولاني هو أسس الخدمة والقيادة الروحية في الكنيسة، إزاي تعرف تدبر الكنيسة. اثنين، الحياة المسيحية حياة عملية، مش بس كلام إنشاء، لكن حياة عملية فيها قداسة، فيها إزاي تعيش بتقوى، تعيش بالبر. كمان في الآخر بيوريله أنه التقوى والبر مش بس جوه الكنيسة، لكن ده سلوك في المجتمع، وهيحط كل الفئات الموجودة سواء بالأعمار أو بالمقام، سواء سادة أو عبيد، رجال أو نساء، شيوخ أو شيخات، أطفال، كل واحد ازاي يجب ان يسلك، حتى الراعي ازاي يسلك ازاي كقدوة. لكن بيكرر في الرسالة دي فكرة في الثلاث اصحاحات. الفكرة بتقول انه في نعمة ظهرت خلصتنا، لكن النعمة اللي ظهرت وخلصتنا بتعلمنا ازاي ننكر الفجور والشهوات ونعيش بالتقوى في هذا العالم الشرير. لكن وانت عايش بالتقوى دي، في حاجة في المستقبل بتديك الحافز والدافع انك تسلك بهذه الامانة، هو الرجاء في مجيء الرب. منتظرين الرجاء المبارك وظهور ربنا يسوع المسيح، هنتكلم عنها بعد دقيقة. تعالوا نشوف مع بعض صح الاول في مقدمة، وبيوجه تيتوس انه يقيم في المدينة دي او في المنطقة دي شيوخ بحسب المواصفات اللي هو بيحطها. فمرة تانية هيكرر له مواصفات شبيهة جدا أو تقريبا متطابقة مع اللي جات في تيموساوس الأولى صح 3، إزاي تقيم شيوخ ومعلمين أو رعاة في الكنائس دي علشان يكونوا بيواجهوا التعليم الكاذب والمعلمين الكاذبة اللي كانوا بيتسربوا في وسط هذه المجتمعات ويحاولوا يضلوا الناس. صحاح 2 توجيهات عملية على أعضاء الكنيسة كلها، إزاي كل واحد يسلك، الشيوخ يسلكوا إزاي، الشيخات، الأحداث، الرجال، النساء. صح 3 السلوك بالمحبة، مش جوه الكنيسة لكن تجاه المجتمع، تجاه الناس اللي بره، وإزاي نبعد عن المباحثات الناموسية اللي بتسبب العداوة والخصومات. الآية اللي الجميلة جدا في الرسالة دي واللي بتتكرر حاجات مشابهة ليها من أول الافتتاحية والإصحاح الثاني وبعدين في الإصحاح الثالث، هي فكرة إنه ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. يعني إيه؟ في نعمة عند الله ظهرت
بظهور المسيح طبعا، تجسده صليبه وموته وقيامته وفدائه. هذه النعمة موجهة لجميع الناس تقدم لهم الخلاص، عشان كده الخلاص بالنعم، عطية مجانية الله بيديها لك تقبلها. لكن النعمة مش معناها أبدا زي ما بيتهم، فكرة الخلاص بالنعمة بتتهم بأن يعني عايزني أنا أخذ أخلص بالنعمة وأعيش حياة بعد كده بقى زي ما أنا عايز. بقول الكلام ده مستحيل يكون، لأنه النعمة المخلصة بتعلمك من جواك كمان، لأن بتديك طبيعة جديدة، بتعلمك أن تنكر الفجور والشهوات العالمية، وبتعلمك ده الجانب السلبي، لكن بتعلمك جانب إيجابي كمان، أن تعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. يبقى النعمة اللي خلصتني بالنعمة وأنا مستحقش، بتقودني في حياتي في مسيرة اسمها التقديس. هذه النعمة نفسها بتعلمني وبتدربني اني اعمل حاجات سلبية وحاجات ايجابية. ايه السلبي؟ انك تنكر، ترفض، تبتعد عن كل ما هو شر، تنكر الفجور والشهوات العالمية. علشان كده لما بتشوف واحد مسيحي حقيقي ما بيعملش زي اللي بيعملوه اهل العالم، اوقات بنقول عليه ايه يا عم الدروشة اللي انت فيها، انت متطرف، هو انت من الجماعات، هو انت من اياهم. ليه؟ لانه مختلف، لاني لا اشترك في مجالس المستهزئين. يا عم ساعد قلبك وساعد ربك، ده اهل العالم. اما الذي ولد من الله فهو كل يومه ال 24 ساعه بتوعه لرب، بيعمل، بيذاكر، بيعمل احسن شغل، ولازم يكون مميز في شغله، مميز في مذاكرته. لكن هذا لا يعني انه بيشترك في خطايا العالم. شخص عارف ازاي ينجح، عارف ازاي يكون امين في شغله كويس قوي، امين في مذاكرته كويس قوي، امين في نجاحه كويس قوي، لكن ايضا امين في حياته مع الرب كويس قوي، امين في بيته، امين في معاملاته، شخص لطيف. فده اللي بيتعلموني النعم، تنكر الشرور والفجور والشهوات، لكن ايضا تعيش الايجابيه بقى، تعيش بالتعقل، واعي، صاحي، مش واحد كده ضايع، تعيش بالبر، تعيش بالتقوى في هذا العالم الحاضر. طب ايه اللي يخليك قادر تعوم ضد التيار؟ ايه اللي يخليك قادر تعيش هذه القداسه او تعيش هذه القداسه؟ يقولها الحته اللي جايه، ان هناك رجاء قاعد منتظر الرجاء المبارك. عينك منتظرة لحظة انك تلاقيه. عشان كده بولس بيقول لتيموثاوس انه اكليل البر معد لجميع الذين يحبون ظهور المسيح. قلبه شايف حاجة جاية، منتظر بلهفة المجيء. ليه؟ منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم ويطهر نفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. هو نفسه اللي جاي ده، اللي مشتاق اني اشوفه، هو اللي دفع ثمن انك تعيش هذه الحياة. فبيقول هو الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم، يفتدينا، عشان يدفع فدية ويطلعنا من تحت سلطان الخطية، عشان يطهر لنفسه، احنا بتوعه، احنا ملكه، شعبا خاصا، his own portion، او يعني نصيبه الخاص، شعب خاص ليه هو، مش بتاع حد تاني، مش بتاع العالم، غيورا في اعمال الحسن. الكلام ده ممكن نقعد نتكلم عنه 100 سنه، لكن مش هتعرفه غير لما تختبره شخصيا، لما تختبر نعمة الله، تختبر ان المسيح ده مات عشانك انت. زي ما قال احد الاباء القديسين، يقول لو ما كانش في حد في الدنيا دي غيري كان هيجي المسيح يتصلب عشاني. انا يعني هو جالي انا. فالموضوع مش انه احبنا
مات عنا تعرف تقول أحبني أنا فلان أو أحبني أنا فلانة، مات عشاني أنا فلانة، ويبقى الحقيقة دي النهاردة واضحة في حياتك وفي حياتك، ويبقى الكلام ده بيولد جواك طبيعة جديدة بتحب تسلك في النور وتحب تعيش في البر والتقوى بعيدا عن هذه الشهوات والفجور العالمية. آخر حاجة هتكلم عنها قبل ما ناخد بريك، رسالة صغيرة خالص، رسالة فيليمون، مش عارف ممكن ممكن أعمل اختبار وأقول فين أختنا نرمين راحت فين. نانسي أنا هو طب ما تيجي تحكي لنا بقى، لقناها يوم السبت اللي فات. مستعد لحاجه زي كده يعني ابوظ لك؟ يلا ربنا يستر بقى، ربنا يستر. يلا احنا كان عندنا اجتماع يوم السبت اللي فات في مونتريال، وكنا بنتكلم على الرساله دي، فهنعمل تجربه ونشوف اذا كانت الناس اللي حضرت يعني استفادت ولا لا. بس ما اتفقناش على كده على فكره، امتحان مفاجئ. ما اتفقناش على كده. يلا نرمين، انا هشجعك. اوكي وانت كمان هتكملي يا نانسي بعد شويه. انا باي باي. انا بس حابه اقول حاجه، انه انا في عمري كله، انا عندي 50 سنه النهارده، انا كل ما اقرا الرساله دي كنت بفكر انه اوكي واحد ابن حلال بيوصي واحد على حد تاني وكتر الف خير وراجل طيب يعني بولس يشكر، ولا كنت فاهمه ايه معناها ولا موقعها في الكتاب المقدس لغايه يوم السبت. باختصار فيليمون ده كان واحد عايش في كولوسي اللي هي تركيا الحالية، كان عنده عبد أنسيموس. العبد ده فيما يبدو سرق منه حاجة وهرب وفضل هربان، وسمهاو التقى ببولس في روما، وبولس كان وقتها on house arrest يعني كان حبت أقامته في بيت، كان مقبوض عليه بس في بيت هو مأجره لنفسه. أنسيموس اتعرف على المسيح من خلال بولس، كمل يعيش يخدمه وياخد باله منه ويرعاه. في نفس الوقت بولس غالبا هو اللي عرف برضه فيليمون على المسيح، فبالتالي فيليمون كخدم هو يدين لبولس برضه إنوي انه عرفه على المسيح. فبولس بيبتدي الرساله بالسلامات طبعا واللي هو الكورتيسيز العاديه، وبعد كده بيقول له انه انا ممكن امرك من حقي كابوه في المسيحيه وكسنه الكبير، لكن انا بطلب منك ده كطلب، وبيطلب منه انه مش بس انه يغفر لأنسيموس، ده كمان لما يجي لك تتعامل معه على إنه أخوك، لأنه القانون وقتها كان إذا كان عندك عبد وهرب يوم ما تقع إيدك عليه ليك مطلق الحرية تعاقبه بأي طريقة أنت عايزها حتى لو قتلته، والقانون is okay with that. فأنسيموس بولس كان يطلب من فيليمون إنه يعامل مش أنسيموس اللي سامحه كعبد، ده بيقول له تعامله على إنه أخوك، وفي الرسالة بيقول له أنا بطلب منك من أجل ابني أنسيموس، وبيوعده أنه كل اللي أخده أنسيموس هو هيرجعه له. لغاية هنا برضو موضوع اجتماعي جدا، شيء لطيف، يشكر بولس، حمامة سلام، الرجل ما غلطش. المرعب في الموضوع أنه بالضبط هو ده موقفنا من الله، أي خطية هي إهانة شخصية موجهة لشخص الله، عقابها إيه؟ موت. مين اللي وقف وقال حقك عليا؟ اللي غلطوا فيه خدوا مني هو المسيح. فبصراحة it blew my mind أنه أنا أول مرة أقول يعني أول مرة أفهم إنه الرسالة اللطيفة الحبوبة دي اللي الواحد بيقرأها ويقول وهو فهمنا ويقلب ويشوف على غيره
انا فهمت دلوقتي هي ليه في كتاب المقدس. ايه رايك فيا بس؟ ده يعني خلاص السبت جاي عليكي بقى نرمين. لا لا مش هنروح كلها، هنروح النهارده. ميرسي يا حبيبي، ميرسي يا حبيبي. الرسالة جميلة جدا، زي ما نرمين شرحتها كده، هي بتحكي عني وعنك. أنا العبد اللي كنت هربان ومحكوم عليا، في أي لحظة لو اتمسكت محكوم عليا بالموت، مش أي موت، الموت الأبدي، لأني غلطت في حق سيدي وهربت، عايش طول عمري بعيد. لو نعرف هو مشي منين، هو كان في كروسي، كروسي دي في وسط تركيا، هو هرب راح روما، فأخذ فلوس من البيت أو سرق حاجة وسافر بيها وخد مركب وراح المكان ده، وفي روما خبى نفسه علشان ما يظهرش ومحدش يعرفه، لكن نعمة الله جابته في إيدين بولس وقبل المسيح وخدم بولس وكان إنسان كويس جدا. لكن كان لازم تحصل المصالحة بين الاثنين، والمصالحة هنا دخل بولس وحط كيانه كله وسمعته في مقابل أنسيموس، عشان كده بيقول له تقبله نظيري، لما يرجع لك مش تقبله كعبد، هتقبله زي ما بتقبل بولس، لأنه ده حتة مني، أنا ولدت في قيودي. بعدين يقول له كده، وإن كان كنت ظلمك في شيء أو ليك عليه شيء احسب ذلك علي. وراح أخذ الورقة اللي بتكتب فيها رسالة وكتب بإيديه، أنا بولس أنا أوفي، كتب كأنه بيكتب شيك على بياض، أو شيك بأنه أنا متحمل مسؤولية بتاعت هذا الشخص، أي حاجة أنا ممكن أدفعها لك. ده اللي عمله المسيح بالظبط، قال له يا أبي احسب ذلك علي، بس لما هتقبل فلان وفلانة، الناس اللي قدامنا دول، كل واحد فينا لما هتقبله يا أبي هتقبله كأنك بتقبل ابنك يسوع. فتخيلوا أنه الآب لما بيشوفك وبيشوفني وبيشوفك بيقبلك وبيحبك زي ما بيحب ابن يسوع، معينك تكون ابن لي، مدخلك السماء كابن. طبعا الحاجات دي انت ممكن تبقى بتستغرب شويه، وايه اللي بتقوله ده؟ انت محبوب وانت محبوبه وانت معين كابن، وانت مكانك في السماء كابن، مش داخل عبد ولا داخل ملاك، صدقني احسن داخل كابن. عشان كده يقول عنه بكر وسط اخوه كثيرين، ويقول عنه أنه من أجل هذا لا يستحي أن يدعوهم إخوة، إخوتي، قائلاً أخبر باسم إخوتي. يقول عنه في عبرانيين زي ما نشوف في عرش الحلقة النهاردة، يقول عنه أنه المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، من أجل هذا أو لذلك لا يستحي أن يدعوهم إخوة. فأنا وإنت كده، وإنت داخلين العيلة، داخلين البيت، وأخونا البكر يسوع واقف بيدخلنا بيت الآب، بيقول له ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. فرسالة بالكلام عن حاجة جميلة زي كده. الأسماء كمان لطيفة جدا، فيليمون يعني المحب، وأنسيموس اسمه نافع، كلمة أنسيموس معناها النافع. في النص بيقول له أنسيموس اللي ما كانش نافع ليك فيما مضى هيكون نافع ليك ونافع ليا وللخدمة. فكأنه بيقول له نافع اللي ما كانش نافع أصبح نافع ليك ونافع للخدمة، وأنا كمان أنا اللي ما كنتش نافع قبل كده أصبحت في المسيح أنفع. ليه؟ لأنه هو اللي عمل كل حاجة، نعمة الله. بكده هنكون خلصنا الجزء الأول من حضرتنا النهاردة. أي أسئلة في الجزء ده؟ أي أسئلة؟ طيب خلينا ناخد بريك 5 دقايق ونرجع تاني عشان نبدأ الرسائل الجامعة. طيب بنبدأ مع بعض المجموعة الأخيرة من الرسائل اللي بنسميها رسائل الجامعة، ودي تسمية برضو تسمت في زمن متأخر، ما كانش زمن الرسل. اتسمت برسائل الجامعة أو رسائل العامة لأنها غير موجهة لكنائس محددة، لكن موجهة بشكل عام لمجموعات أو الأفراد. بتضم 8 رسائل. الرسالة الأولى هي العبرانيين، بعدين رسالة يعقوب، ثم رسالتين لبطرس، ثم 3 رسائل للرسول يوحنا، وأخيرا رسالة ليهوذا. لما بنبدأ بالعبرانيين،
العبرانيين الى لغايه تقريبا من قرنين كده كان بتجمع كل الاراء، وما زال لغايه النهارده بعض الاراء كثيره بتجمع انها بولس هو الكاتب. لكن علم النقد النصي وناس كثير من الدارسين قالوا مش متأكدين انه يكون بولس هو اللي كتب. طبعا اللي بيقولوا بولس عندهم حجة قوية جدا. انا شخصيا بحب ان يكون بولس، يعني بشوف انه هو بولس يعني. بس ده محدش فينا بيقدر يجزم لانه مش مكتوب اسمه بولس خالص. بعض الناس اقترحت انه يكون لوقا، بعض الناس اقترحت تكون ابولس او برنابا او سيلا او تيموساوس. لكن لو حبينا نبص نلاقي انه اكتر الاحتمالات ترجح بولس بصفته راجل دارس كويس قوي الديانة اليهودية، فاهم كويس قوي كل تفاصيلها، وعارف يقارنها بالمسيحية بعمق وفهم شديد. كمان الطريقة اللي بيكتب بيها والحجج بتاعته اللي بيحطها بترجح قوي كفة بولس. لكن عشان نبقى يعني بنحط كل الكلام بين ايدينا، انه الان موضوع غير متفق عليه انه يكون بولس هو اللي كتب، لكن مجهول الهوية. اتكتب زمن كتابتها بيرجع ما بين 63 الى 65 ميلادية، وبالتحديد انها كتبت قبل خراب اورشليم سنة 70، لانه الكاتب هنا بيتناول حاجات في اليهودية بيقارنها بالمسيح أو بالمسيحية وبيثبت ضعفها وإنه المسيحية هي الحقيقة. فلو كان فعلا تم خراب الهيكل سنة 70 أكيد كان ذكره في رسالته. اتكتبت لمين وليه اتكتبت؟ أولا اتكتبت لمجموعة من اليهود اللي أمنوا بالمسيح، يعني هم مسيحيين من أصل يهودي. مشكلة الناس إنه لما بقت مسيحية حصل عليها اضطهاد شديد جداً، بالإضافة أنه الديانة اليهودية يمكن إحنا ما نحسش بيها، هي ديانة مرتبطة بالوطن، مرتبطة بالعرقية بتاعته. فعشان كده لما بيؤمن واحد يهودي بيبقى صعب جدا، لأنه تتخلعه من جذور سواء عرقيته، وطنه، بلده، حلمه الكبير إسرائيل، وفي نفس الوقت من عمق الديانة اليهودية اللي هي لو حبينا نقول ديانة أو دين، هي الدين السماوي اللي نزل اللي عنده قوانين. لكن المسيحية أنا بحب دائما أقول إنها مش دين، المسيحية هي حياة، أخذت حياة في المسيح. فالمسيحية بتسمو عن فكرة الديانة، اعمل وما تعملش، مارس أو ما تمارسش. فاليهودية شيء صعب إنه كانوا اليهود دول يؤمنوا بالمسيح ويخرجوا منه، فكان في اضطهاد شديد جدا وقع عليهم، كان في ترك من العائلات، كان اوقات يتحرموا من حتى الميراث، بيتحرموا من حق ان هم يمارسوا التجاره او يمارسوا شغلهم، وكان بيقع عليهم تعييرات شديده جدا. انت ازاي تسيب اليهوديه اللي فيها موسى، اللي فيها التوراه، اللي فيها اعلانات الله دي كلها، الهيكل والذبائح والطقوس والكهنوت، كل ده تسيبه وتروح تمشي مع واحد ورا واحد مصلوب؟ ولا بتجتمعوا فين؟ بتجتمعوا في بيوت وبتجتمعوا في حتت تحت الارض. انت اكيد جرى لك حاجه. فين بقى الذبائح؟ فين الكهنوت بتاعنا؟ فين موسى؟ فين الانبياء؟ فين الكتب؟ ده احنا خدنا التوراه دي بواسطه ملائكه. فكان في نوع من الضغوط النفسيه اللي بتمارس عليهم عشان يرجعوهم تاني الى اليهوديه. كاتب الرسالة بيعمل فكرة جميلة جدا، بياخد في الجزء كبير لغاية صح 11 هيقارن بين كل تفصيلة في اليهودية، بداية من العهد القديم نفسه، كلمة الله اللي قدمت من خلال الأنبياء، ويقارن بينها وبين المسيح. بعدين هياخد موسى ويقارن بينه وبين المسيح، هياخد الملائكة اللي بيقولوا ان هم كانوا وسطاء هذا العهد أو هذه الكتابات ويقارن بينها وبين المسيح. هيتنقل الكهنوت ويقارن بين هارون وبين كهنوت المسيح. هيتنقل ويقارن بين الهيكل والخيمة وبين المسيح، بين الذبائح وبين المسيح.
كل عناصر الديانة اليهودية هيحطها لهم كده ويوري لهم المسيح، العهد القديم والعهد الجديد. في النهاية اللي بيعمله الكاتب انه بيثبت من خلال كتابات العهد القديم تفوق المسيح وسموه على كل العناصر الموجودة في الديانة اليهودية، بهدف انه يقنع القارئ انه اوعى تخاف اوعى ترتد الورق، لانه اللي هم بيقولوه لك ده كلام مش حقيقي، ودي الدليل من العهد القديم. فالرسالة دي مرتبطة جدا بالعهد القديم، لا سيما سفر اللاويين، لأنها بتتعلق بالديانة نفسها والشرائع والذبائح والكهنوت، علشان يوري للمؤمن اليهودي ده أو الأصل اليهودي، يوري له أنه اوعى تفكر قصرت، بالعكس أنت كسبت، وادي الدليل اهو. في آخر الرسالة بيكلموا على أبطال الإيمان من العهد القديم، الناس اللي عاشت الإيمان مش عاشت ممارسات قشرة خارجية، ويبتدي يرفع عينيه إلى أنه أنت كمان محتاج تتعلق برئيس الإيمان ومكمله شخص رب يسوع المسيح، ويكلموا على حياته، وأنه كمؤمن أنت معرض للضغوطات، معرض لأنك تعاني بعض المعاناة، لكن في مجازاة أخيرة. فبيبدأ الرسالة كده، ويبتدي الجزء الأكبر منها لغاية صح 11 هيكلمني على تميز وتفوق المسيح، الجزء الأخير امتيازات الإيمان. لو خدنا مع بعض كده، أعتقد حضراتكم قريتوا الرسالة، لو مشينا فيها مع بعض هنلاقي أنه أول جزء بيقوله كده الله بعد ما كلم الأنبياء الأباء بالأنبياء بطرق وأنواع مختلفة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي هو بهاء مجده. فبيقول له بص، الله كلم أبائنا من خلال الأنبياء، ودي حاجة صحيحة، ترى كلمهم بطرق كتيرة، من خلال الرؤى، من خلال كلمات مكتوبة، من خلال ظهورات، من خلال معجزات، حاجات كتيرة كلمه، وده حاجة حقيقية، وهذه الكلمة هي كلمة الله. لكن في هذه الأيام الأخيرة لم يكلمنا بكلمة مكتوبة، إنما كلمنا بابنه، لقد أرسل لنا ابنه متجسدا، وهذا أكبر إعلان إلهي ممكن يحصل. وابنه ده مش مجرد نجار اللي انتم بتتهكموا عليه، ابنه ده هو وارث كل شيء، وهو بهاء مجد الله، رسم جوهره، يعني هو والآب واحد. فالابن ده سيد كل شيء. وبعدين ياخد خطوة بعد كده يقول له وخلي بالك الابن ده أعظم من الملائكة، عشان مكتوب كده، هل الأب على الله قال لملاك من الملائكة أنت ابني أنا اليوم ولدتك، اجلس عن يميني حتى أضع أداءك موضع القدمين؟ ده بيجيب له من المزمور، مزمور 110، مستحيل. لكن قال عن الملائكة أن هم أرواح مخلوقة خادمة مرسلة لخدمة العتدين أن يرسل خلاص. إذن في فرق كبير بين الابن وبين الملائكة، مع أنها مخلوقات أعلى، لكن الابن يفضل هو أعلى. وبعدين لو حبيت تشوف مين هو الابن ده، تعالى أوريك مين هو الابن. الابن مش بيخدم زي موسى، مع ان موسى كان أمين، لكن موسى كان خادم على البيت، إنما الابن ده هو صاحب البيت. وياخده يوري له فكرة تانية روعة، تعالوا نبص عليها مع بعض. لو معانا الكتب المقدسة أو تشوفوا معايا هنا في رسالة عبرانيين صح الثاني، بيقول له كده، فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن الذي وضع قرينا عن الملائكة يسوع في تجسده، بدا كأنه في هيئة خادم في هيئة إنسان، فكأنه ظهر في هيئة أقل من الملائكة، نراه مكللا بالمجد والكرامة في لحظات الضعف بتاعته، وإظهار أنه أقل من الملائكة كانه مكلل بالمجد والكرامة، أنه من أجل ألم الموت لكي يزوك بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. فهو عمل كده واتضع مش عشان هو أقل، لا، ده عشان يدوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فينا، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، كل حاجة في الدنيا دي، كل حاجة في الكون ده كله بيه وليه. لكن
الله الآب عشان يديله المكانة دي ويجيب أبناء كثيرين إلى المجد. كمل رئيس خلاصهم بالألام، خلى رئيس خلاص هذا الجنس اللي هو الأبناء دول يجتاز ويختبر يعني إيه الألم، يعني إيه الموت، يعني إيه الآب يحجب وجهه عنه. لأن بص الآية الجميلة دي وشوفها كده وفكر فيها وفكري فيها. لأن المقدس، خلي بالنا من التشكيل، المقدس ده اسم فاعل اللي هو مين؟ المسيح. والمقدسين ده اسم مفعول، دول مين؟ أنت وأنت وأنا. المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. لا، لغاية هنا وهي هنتخض بقى، إزاي يعني؟ إزاي أنا وهو من واحد؟ فاكر في إنجيل يوحنا، فاكرة في إنجيل يوحنا لما قال كده: أما جميع الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل ولا مشيئة جسد، لكن ولدوا من الله. فالنهاردة بسبب يسوع واللي عمله المسيح عشانك، أصبحت أنت وأنت لما بتقبل المسيح بتنقطع عن آدم وبتنتمي النهاردة إلى الله، بقى الله هو أبوك زي ما الله هو أبو ربنا يسوع المسيح. فيدخل المسيح السماء وجايب إخواته معاه، بيقول له: يا أبي جبت لك أولادك، ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. ولا يستحي أن يدعونا إخوته قائلا: أخبر باسمك أو أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. ده بيجيب لهم آيات من العهد القديم. يبقى اللي بيقوله هنا بيقوله أنه المسيح عمل حاجة عجزت عنها كل اليهودية وعجز عنها أي فلسفة في الدنيا، أي محاولة في الدنيا لإيجاد الدين، أنه تغير جنسيتك وتغير نوعيتك من تبقى ابن آدم إنك تكون ابن لله أو بنت لله. ده تم إزاي؟ تم إنك لما قبلت المسيح وخلاص المسيح في الحال أصبحت ابن الله، فتقدر زي ما بنقول كده بسخ بدلة البنين. يعني إيه؟ ده مش كلام مجاز، يعني مش كلام كده بيقولوا يعني في لطف كده أقوله أنت زي ابني وأنت زي أخويا، لا، ده حاجة حقيقية. لأنه الكلام اللي بيتقال هنا كلام في منتهى الخطورة. المقدس والمقدسين جميعا من واحد، من أجل هذا لا يستحي أن يدعوهم إخوة، أو في هذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. إذن فيه تغيير حصل بسبب المسيح، فده اللي بيقوله لهم. موسى ما قدرش يجيب لكم الكلام ده، الملائكة ما تقدرش تعمل الكلام ده، لكن يسوع عمل. نرجع تاني للباوربوينت. فالمسيح أعظم من موسى كمان. ليه؟ موسى خادم رجل أمين لكنه ليس صاحب بيت، لكن المسيح هو صاحب البيت. طب وهارون؟ هارون شخص كويس قوي، بس لما تيجي تقارن بين كهنوت المسيح وكهنوت هارون تكتشف الفرق. أولا ده كهنوت متاخد من إنسان ضعيف، هو نفسه بيحتاج يقدم ذبيحة عن نفسه لأنه خاطي، دي أول حاجة. الحاجة التانية، الشخص ده بيموت وبيجي ولاده. تلاتة، الشخص ده بيخدم في أقداس أرضية. طب تعالى بص، المسيح بلا خطية، عشان كده ما بيقدمش، مش محتاج يقدم ذبيحة عن نفسه. المسيح مش بيموت. ليه؟ لأنه أبدي، عشان كده كهنوته أزلي مش هينتهي. لكن التاني ده كل شوية يموت ويجي واحد غيره، يجي يموت واحد غيره. ذبيحة اللي كان بيقدمها هارون، بيقدم ذبائح كتيرة لأنها مش ممكن الذبائح دي تكفر تماما وتغسل الضمير. أما المسيح فبذبيحة نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوقد فيها الأبدية، مرة وخلاص كاملة قد أكمل. هارون بيخدم في أقداس أرضية، أما المسيح فبيخدم فين؟ في قدس الأقداس السماوية. الله،
طب الفرق بقى في الكهنوت، قال لك ده كهنوت ضعيف وكان لازم ينتهي، عشان كده في العهد القديم عندكم مكتوب انه الابن في مزمور 110 بيقول عنه كده: اقسم الرب ولن يندم انك انت كاهن الى الابد على رتبه ملك صادق. ده كلام بيتقال للمسيح. فبيقول لهم لما الله بقسم يغير الكهنوت من رتبه هارون الى رتبه ملك صادق ويقول عنه انه ده كهنوت لا يزول، وهذا الكهنوت سيعطى للابن، اذا كل حاجه كانت متعلقه بالكهنوت بتاع هارون ده هتنتهي. زي ما تقول كده مثلا حضرتك عندك شركه، نفترض بسميها شركه اكس، لكن بتقول بعد 5 سنين انا هعمل شركة جديدة، الشركة دي اسمها واي، الشركة دي هتكون مساحتها أكبر، رأس مالها أكبر، حدودها مغطية بلاد كتير مش هتبقى قليلة، والشركة دي هتبقى هي الشركة الوحيدة اللي بتشتغل في المجال اللي أنا بشتغل فيه. يبقى معنى كده أن أنت بتقول أن بعد 5 سنين الشركة القديمة اللي أنت كانت عندك دي هتنتهي ويحل محلها حاجة جديدة بنظام جديد بإمكانيات أضخم وحاجات أحسن. فبيقول له إذا كان الله وعد بقسم أنه في كهنوت جديد وكهنوت ده أزلي وكهنوت ده على رتبة ملك صادق، إذن هو ضمنيا بيقول أنه كل حاجة في العهد القديم ده بتنتهي. مش بس كده، هو وعد في سفر أرمية بحاجة أنه يعمل عهد جديد، إذن لما قال جديد فخلى القديم ده عتق وشيخ وقريب من الاضمحلال بينتهي. بس مين هارون؟ مين ملك صادق ده يا كاتب العبرانيين؟ قال لي ملك صادق ده اتذكر مرتين في العهد القديم ودي المره الثالثه في عبرانيين. في العهد القديم ظهر فجاه كده بعد ما ابراهيم انتصر ورجع لوط، بيقول قبله ملك صادق، ملك صادق ده كان ملك بلد اسمها سليم، وتفسير اسمه بيقدمه هنا بيقول انه ملكي صادق، صادق كلمة صادق يعني بار او ملك البر، سليم هي السلام، فهو ملك البر والسلام. بيقول عنه انه الشخص ده كان ملك وكان كاهن، وكاهن لله العلي مش كاهن الاوثان دي، والشخص ده اخرج من 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 جعبته خبز وخمر، ما قدمش ذبيحه دمويه. الحاجه الثانيه انه الشخص ده بارك ابراهيم، وابراهيم قدم العشور لملك صادق. فبيقول لهم بكل بديهيه اللي بيبارك هو الكبير واللي بيخضع هو الاقل هو الاصغر. وبطريقه ذكيه جدا بيقول انه هارون الكاهن ده وعيلته كان في إبراهيم، في صلب إبراهيم لما إبراهيم خضع لملك صادق، بالتالي هارون وهو في صلب إبراهيم خضع لملك صادق، يبقى ملك صادق وكهنوته أعلى من كهنوت هارون. ودي مالك الفكرة اللي هو بيمشي بشكل يعني ذكي جدا. بيقول انه ملك صالح ده ملك وكاهن وما كانش حتى من شعب الله لكن كان كاهن لله العلي. يقول عنه انه غير معلوم البدايه والنهايه، ما تقالش حاجه عن جه امتى ومات امتى، ولا جه اي معلومه من في الكتاب بتقول لي هو اخذ الكهنوت ده منين. وده شبيه بالمسيح اللي لا بدايه ايام له ولا نهايه، ازلي ابدي، واللي ايضا كهنوته ما ورثوش من حد لكن أخذوا مباشرة من الله. طب إمتى المسيح أصبح كاهن أو رئيس كهنة؟ لما أتم عمله الكفاري وصعد وجلس في السماء فصار رئيس كهنة لأجلنا، يخدمنا في الأقداس السماوية. طيب كهنوت يزول؟ لا، بس خلي بالك من حاجة، ملك صادق كان ملك وكاهن، المسيح رتبته مش على رتبة هارون،
رتبته الكهنوتية على رتبة ملك صادق، فهو ملك وكاهن. هارون من سبط لاوي، عشان كده لا يصلح أن يكون ملك. داود من سبط يهوذا، فهو ملك لكن ما يصلحش أن يكون إيه؟ كاهن. طب المسيح كان جاي من أني سبط؟ جاي من سبط يهوذا، فهو ابن داود. عشان كده فعليا المسيح ليه المجد وهو على الأرض لم يكسر القانون، مع أنه صاحب الهيكل ما دخلش الهيكل ككاهن، كان دخوله الهيكل في منطقة الفناء الخارجي، مع أنه هو صاحب كل شيء وهو مالك كل شيء، لكنه كانت خدمته وكانت حركته كلها في المكان المسموح فيه لأي حد من الشعب اليهودي غير الكهنة. طيب المسيح بقى كاهن إزاي؟ تبقى كاهن وملك لأنه ابن داود وعلى رتبة كهنوت ملك صادق، اللي هو في نفسه في العهد القديم ذكر أنه هو ملك وكاهن. في مزمور 110 الله بالنبوة بيدي لداود أنه يكتب هذه الكلمات: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موضع لقدميك. ويقول له أقسم الرب ولن يندى أنك أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. يبقى الآب يقول الابن بقسم أنك أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. فبيقول لهم هنا أنه أدي الفرق بين كهنوت المسيح وكهنوت هارون الأرضي اللي أنتوا بتقولوا لنا أن إحنا يعني خسرنا. لا، إحنا ما خسرناش. كل اللي كان عندكم في العهد القديم ده كان ظلال، وهيبتدي يكلمهم على ظلال العهد القديم والحقيقة في المسيح. يكلمهم عن خيمة الاجتماع وعن الأجزاء اللي موجودة وعن تابوت العهد وعن الغطاء وعن الذبائح، يقول له كل الكلام ده كان إشارة للحقيقة اللي جاية في المسيح. حتى العهد القديم كله كان إشارة وكان شيء أقل، عشان كده الله في أرمية وعد بأنه يعمل عهد جديد. لو كان العهد القديم ده ينفع ما كانش من الله تنبأ وقال أنه في عهد جديد هقطعه معكم. إذن كل الكلام ده عبارة عن ظلال ورموز بتشير للحقيقة اللي جاية واكتملت في شخص المسيح. عشان كده مش من المنطقي نسيب الحقيقة ونرجع تاني إلى الظلال. فيا جماعة مع كل واحدة من دي يروح يحط الفكرة، ينفع أرجع؟ ينفعش أرجع. اللي يرجع كده يبقى واحد يعني سايب الحقيقة وراح للغلط، لكن أنا عارف أن أنتم مش هترجعوا. في أجزاء كتيرة في الرسالة دي بتبدو أنه كأنه بيقول المؤمن ممكن يرتد، لكن هو بيقول يحط صورة يعني طب يضخم الأمر وبعد كده يرجع يقول لا بس أنا متأكد من ناحيتكم أنكم مش كده، عارف أن أنتوا عندكم حاجة أحسن، أن أنتوا تعملوا حاجة أحسن. في الإصحاح العاشر بيحذر من احتقار المسيح واحتقار عمله. يقول لهم تفتكروا في العهد القديم اللي كان بيخالف الناموس واللي الآباء اللي أكلوا المن في البرية وماتوا لأنهم ما كانش عندهم إيمان وما دخلوش أرض الموعد وما كانش عندهم إيمان بسبب أنهم خلفوا كلام الله، فكم وكم اللي بيحتقر النهاردة عمل المسيح هيكون له عقاب، لأنك يعني مش بتتكلم بقى في كلام ظلال، بتتكلم في الحقيقة. طب نحلها لك إزاي؟ أنت احتقرت دم ابن الله. إصحاح 11 يقدم له إصحاح الإيمان اللي بيبدأ بتعريف الإيمان: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ويقدم له نماذج من العهد القديم لأبطال الإيمان، بداية من هابيل، نوح، إبراهيم، موسى، وناس كثيرة جدا يتكلم عنه. إصحاح 12 يقدم له المسيح رئيس الإيمان ومكمله، ويبتدي يلفت نظره الحاجة أنه إذا كنا إحنا أبناء حقيقيين فمن حق أبونا السماوي أنه يأدبنا ويربينا ويكبرنا، زي ما إحنا الأباء الأرضيين بنعرف نأدب أولادنا ونربي أولادنا عشان أولادنا يطلعوا صالحين، كذلك أبونا السماوي. ولو إحنا ما عندناش تأديب إذن إحنا مش أبناء شرعيين. أنت كأب أو أنت كأم مهمتك تربي أولادك مش أولاد الجيران، يعني لو ابن الجيران بيعمل حاجة غلط مش من حقك تتدخلي في حياته،
لكن ابنك او ابنك هو ده اللي تحت مسؤوليتك انت. عشان كده حقيقه ان انا اب شرعي وانه ده ابني شرعيا لانه في تربيه وفي اهتمام بيه وفي ملاحظه عليه. ونفس الكلام قول كده، لو ما كانش في تاديب من الله لينا، ما كانش في حاجه بتربط الله بينا ان هو يكبرنا ويأدبنا ويربينا، فاحنا نغول لا بنون، احنا ابناء غير شرعيين. لكننا ابناء شرعيين، عشان كده ابونا بيهتم ان هو يربينا او يكبر حياتنا وينمي حياتنا. صح. 13 طبعا عنده كالعاده عن توجيهات عمليه تعمل ايه وتتصرف ازاي بناء على ان انت كل البركات اللي خدتها وكل النعم اللي خدتها. ويختم بالبركه كالعاده.